سلام يا اخويا، كدير بخير؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في افضل الاحوال. اليوم عندي لكم تجربه في الطريق اللي كان 26 اللي كنا ركبنا لها الكلاس، حيدنا لها داك الكلاس ديال التيربو، ركبنا لها كلاس عادي فهمش، كانت فاشله في قطريه. ما عندي لكم التجربه ديالها في الطريق، بقاو معنا حتى الاخر تبعوا الفيديو. اللي عجبته الخدمه ديالنا مرحبا بها عندنا، تحيه كبيره لكم، تحيه للدراري كاع كاملين متبعيننا من طنجة حتى القويرات، تبارك الله عليكم. يلاه تحيات، بقاو مع الفيديو.